ربنا معاك. يعني لو نقينا سؤال هنقول ازاي؟ ازاي ما تطلعش تدافع عننا؟ ازاي ما تطلعش تدافع عن انور وهو ترشيحك؟ وحقك عند ربنا. انا صدقتك جدا جدا. انت قلت الفيديو بتاعك لا نفاق ولا رياء جدا. وانا وجهة نظري ايه العبيطة عشان انا راجل طيب؟ ما كنتش هتخسر حاجة لو طلعت وقلت انا ما قدرتش. مش معنى ان انور قدر وراح يحصل معاه كده يا جماعة. هل الفنان بيومي فؤاد ضيف على برنامج حبر السري تقديم أسماء إبراهيم وتطرق للعديد من المواضيع منها أزمته الأخيرة في موسم الرياض وعن مشاريعه خلال الفترة الماضية، كما قام بالرد على مهاجمة المخرجة كاملة أبو زكري وعلاقتها بنجوم الوسط الفني إلى جانب عودته بمسلسل الكبير. وعلق الفنان بيومي كاملة أبو ذكري بعد أزمته مع محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة قائلا: كل واحد في حاله، ولم يحصل بينا عتاب ولا كلام، وفي حاجات ما ينفعش فيها كلام، وده رأيها، وهي قررت ما تكتب ليش اللي عملته، ولكن هي قالت رأيها وقررت. وأضاف بيوم فؤاد أن العلاقة بينهم كانت كلها ود، متابعا: كان فيه بينا كلام، وهي مخرجة كبيرة بتمنى اشتغل معاها، وفي سجن النساء بعتت لي وعرضت عليها 3 أدوار، وساعتها كان عندي مسلسلات كتير، واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار.